السؤال رقم 45، يلزم خلق الحياء. قال لك شيل لي كلمة يلزم وحط لي اسم فعل. الاسم الفعل ده نوعين، اسم فعل قياسي واسم فعل غير قياسي. الاسم الفعل القياسي على وزن فعالي، فعالي. الغير قياسي بيتحفظوا الماضي هيهات شتان، المضارع آهن أف، والأمر حي دونك. دول أسماء تحفظيهم. هو ما مش هيجيب لك في السماع ده عشان سهل محفوظ، هيجيب لك قياسي يعني فعالي. طيب لو قلنا شرب أحمد اللبن، يبقى شرابي أحمد اللبن، يعني اشرب يا أحمد اللبن، شرابي يعني اشرب. خلاص. هرب أحمد يبقى هرابي. طيب يلزم تبقى لزام، لزام لزام، وتحتها قصر. بس هنا بيقول لك ايه، وجهيها للمفرد المؤنث، يبقى اقول لزامي، اروح مزود عليها ايه. ما ينفعش لزام وما فيش لزامه، لان مدام مفرد مؤنث يبقى لازم احط لها ايه. ايه اقفل إيه.